الجبار من قلو لو مهما صار باقي الخيار الجبار يكتب تاريخ الأبطال على صفحات المد انطال ويقول الكل البغاء تاريخ الحرف اللي فينا يحكي عنا بكفينا وهالأرض اللي فيها ركينا رح نثبت رابا ونفتيها هاي هاي هاي. الاستقلال هو تطبيق القرار 1559 وانسحاب الجيش السوري، مش اذا تظاهرنا نحن منكون عملاء اسرائيليه، نحن لبنانيه اكثر منهم اللي قاعدين على الكراسي. اللي قمعوا ومنعوا يجوا وعملوا حصار على الجامعات يعني قدهون عشر مرات. نحن نحافظوا على لبنان وطن نهائي لاولاده مش حمله بتصفر. الله ما بنرجع هيدي شهادتنا بلبنان وحده صوت الحق بنسمع نخلق نرفض عنوان مكررا وكل سنه انه بحاجه لاستقلالنا بحاجه لسيادتنا منطلبين من الجيش السوري مبادره لبنان اليوم. نوقف اليوم مش لنبكي استقلال ضيعوه سياسيين ومستريسين بالهدر والسرقه والاعتقالات والتهجير بالنفي والتخوين وقمع الحريات